باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الميلاد المجيد وبدايه شهر الكهف، وايضا باقتراب عام جديد في حياتنا. احنا النهارده كام؟ النهارده 14، يعني خلاص فاضل 15-16 يوم على السنة الجديدة. كل سنة مستيبين. عشان كده دايما في نهاية السنة الكنيسة بتعلمنا ان احنا نحاسب انفسنا ونستعد للأبدية. فمثلا في نهاية كل يوم في صلاة النوم الكنيسة بتكلمنا على نهاية الحياة. تلاقوا مثلا انجيل صلاة النوم بيقول الان يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عناه قد ابصرت خلاصك. القطع تقول لو كان العمر ثابتا لهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة، هوذا انا عديد ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب من اجل كثرة ذنوبي. برضه في نهاية السنة القبطية، يعني اخر حد من شهر مصر والحد الذي يقع في الشهر الصغير، إلى القرايات على نهاية العالم والاستعداد، وربنا يقول لنا ما أقوله للجميع أقوله لكم أسهر. مش كده عايز أكلمكم النهاردة على موضوع الاستعداد. هتكلم في الموضوع ده على ثلاث نقط. النقطة الأولى لماذا؟ ليه مهم إن احنا نستعد؟ النقطة الثانية كيف؟ إزاي نستعد؟ والنقطة الثالثة نديكوا تدريب ممكن ينفع التدريب ده للسنة الجديدة نطبقه فيه كل يوم في السنة الجديدة. أول حاجة لماذا نستعد؟ السبب الأولاني لأن احنا ما نعرفش ما هي لحظة الموت. كلنا يعني ربنا يديك طول العمر، كلنا هيجي يوم من الأيام ونغادر هذا العالم. وكل يوم بنسمع عن أطفال بيموتوا، شباب، ناس أدلت أو ناس كبار في السن. ومع الوباء المنتشر في ناس كده يعني كانت صحتها كويسة جدا وفجأة أخذوا المرض الكوفيد ويعني صحتهم تدهورت وانتقلوا إلى السماء. من هنا احنا محتاجين نكون مستعدين، علشان لو جه ربنا دلوقتي وقال لي اعط حساب وكالتك اكون مستعد واقول له مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي. لكن لو جت لحظة الوفاة والانسان مش مستعد يبقى الانسان مضطرب جدا في حياته. ويمكن سيدنا البابا شنودة كتب ثلاث قصص. قصة عن خادم من الخدام كان بيحلم ان هو جات لحظة الوفاة وهو مش مستعد ووقف يقدم حساب امام ربنا. القصة دي اللي هي اسمها وحدث في تلك الليلة اللي نشرها في كتاب انطلاق الروح، وقصة كتبها عن راهب برضو قصة خيالية كده سماها ابونا أناستاسي. ان الراهب ده هما فكروا انه مات، هو كان مغمى عليه ودفنوه، وبعد كده يعني قعد جوه الطفوس اللي هو مكان بتاع مدفن الرهبان وعاش حياته كانه ميت. قصه اسمها ابونا أناستاسي، وهي كان الفكره بتاعتها ان الراهب ده مفروض بيعيش كميت عن العالم. وسماه أناستاسي لان كلمه أناستاسي معناها قيامه. والقصه الثالثه كتب على واحد من الأسقف برضو انه جاله الملاك وقال له ان انت هتنتقل دلوقتي، فطلب قال له امهلني اسبوعا. وتهالي الثلاث قصة صارت عملهم زي فيلم او موفي الثلاثة مع بعض يعني. لكن الثلاث قصص دولت جمال جدا ومؤثرين جدا وبيتكلموا على اهمية الانسان يكون مستعد. يعني لو احنا سألنا حد من الموجودين في الجحيم دلوقتي وقلنا له ايه اللي تتمناه في حياتك؟ يقول ادوني اسبوع بس، ادوني 10 ايام،
او ادوني يوم ادوني يومين اصلح فيها امور كتيرة انا ملحقتش اصلحها وانا موجود في العالم. فنحن لا نعرف لحظة الموت، فمن هنا مفروض نكون مستعدين في هذه اللحظة. السبب الثاني ليه مفروض نكون مستعدين، لان الانسان اللي هيقف قصاد ربنا وهو مش مستعد، كتاب بيقول لنا مخيف الوقوف امام الله الحي. نقراها دي في عبرانيين اصحاح 10. بولس الرسول كان بيقول لهم في آية 26: فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. قال يعني هتعمل إيه لو أنت الواحد كلمة أخطأنا يعني ارتددنا، ما يقصدش الخطايا، ما احنا كنا بنعمل خطايا كل يوم. لو الواحد ارتد عن الإيمان بعد معرفة الحق وفضل في الارتداد ده لغاية آخر لحظة في حياته ومات وهو غير مؤمن، فبيقول خلاص مفيش بعد ذبيحة عن الخطايا، مفيش حاجة تقدر تكفر عنه. طب أمال إيه اللي يحصل للشخص ده؟ بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى في العهد القديم فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعم. يعني قال الإنسان اللي هو بيعيش في الخطية من غير توبة أو بيرتد عن الإيمان ويستمر في هذا الارتداد ده أكنه داس ابن الله، داس يعني داس عليه برجلين. والحاجة الثانية دم العهد الذي قدس به اعتبره دنس، حاجة زي أي حاجة في العالم دم اللي احنا بنتناول منه. وثالث حاجة الروح القدس اللي خده في سر الميرون اصدر بروح النعمة. فيكمل بولس الرسول يقول: فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فهنا برضو كتير احنا نتكلم على محبة ربنا، بس أنا عايز أقول صفات الله كلها متكاملة. يعني ما أقدرش أتكلم عن المحبة ولا أتكلم عن عدل الله، ولا أتكلم عن عدل الله وأغفل محبة ربنا. الله محب ولكن أيضا هو عادل، وزي ما محبة ربنا كاملة عدل الله كامل. الإنسان التائب هيبقى فرحان بلحظة الانتقال من هذا العالم، يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. أما الإنسان غير التائب يبقى مرتعب، زي ما نقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديانة العادل مرعوبا ومرتعبا من أكل كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدين. من هنا الكنيسة كل ليلة بتفكرني، كل ليلة بتفكرني أنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. والإنسان يعني من السمات بتاعت عصرنا ده اختفت مخافة الله من حياة الناس، اختفت مخافة ربنا. لما مثلا تشوفوا الاستهتار اللي بيبقى موجود جوه الكنيسة وقت القداس، تشوفوا مثلا الاستهتار في الناس جاية بتتناول ازاي، جاية بتتناول وهم عاملين بيضحكوا مع بعض. الاستعداد اللي موجود للتقدم للتناول او ان انا ابقى موجود في القداس مبقاش موجود. فالاستهتار ده بيعكس حالة عامة عند الشعب دلوقتي، هي عدم وجود مخافة الله. الكلام اللي بيحصل في الكنيسة والضحك والهزار كل ده دليل عدم المخافة. ده يقول ما أرهب هذا المكان، حقا أن هذا بيت الله وهذا بيت السماء. إبراهيم أبو الآباء اللي دعي خليل الله يعني صديق ربنا،
كان كل مرة يقف يجي يتكلم ويقول شرعت أن أكلم المولى وأنا قراب ورماد، في مخافة في رهبة لوجود ربنا. إنما العصر بتاعنا والجيل بتاعنا المخافة دي يعني اختفت. الناس تدخل الكنيسة وتخرج تقف تصلي تفتح الإنجيل تقراه من غير وجود أي مخافة، بالرغم الكتاب يقول رأس الحكمة مخافة الله. يعني الإنسان اللي عايش في مخافة ربنا ده هيقتني الحكمة الإلهية. طبعا عدم وجود المخافة دي خلت الناس عايشة في استهتار، فلما بتجيلها لحظة الانتقال من العالم ما بيكونوش مستعدين، ولكن يقف بقى أمام ربنا ويقول مخيف هو الوقوع أمام الله الحي. لكن الإنسان اللي هو مستعد هيبقى فرحان في لحظة الوقوف أمام كرسي الله الديان. السبب الثالث لماذا نستعد؟ لأن القداسة سهلة. الشيطان بيحاول يقنعنا أن القداسة صعبة وأن الوصية صعبة وأن استحالة أن حد يعيش قديس. ده ضحك الشيطان علينا. قديس يوحنا يقول ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. وأنا أقول لك ليه القداسة سهلة، وصاياه ليست ثقيلة. وقديس يعقوب في رسالته يقول إيليا كان إنسانا تحت الألام مثلنا. يعني إيليا كان شخص عادي زينا كلنا، ولكن لأنه عاش حياة القداسة كان عنده قوة يقول للسماء أنها لا تمطر، ما مطرتش السماء 3 سنين و6 أشهر، ويجي يقول للسماء أنها تمطر ربنا ينفذ كلام إيليا. زي ما المزمور يقول مقيم كلمة عبده، يعني ربنا يقيم كلمة ولاده. لما ولاده يقولوا كلمة ربنا ينفذها لهم. المقيم كلمة عبده. فالقداسة سهلة. تعالوا نفكر كده نشوف، ربنا ادانا وصايا، والوصايا دي ربنا هو تممها لأجلنا. فأنا لما بتحد بالله بتبقى الوصية سهل ان انا انفذها، مش صعب، لان انا بنفذها بقوة الروح القدس اللي موجودة معي. علش كده الروح القدس من ألقابه يمكن بالإنجليزي أوضح يقول the helper، إنه بيساعدني، إنه بيساعد الإنسان. أنا مثلا لو جبت طفل صغير وقلت له شيل الترابيزة دي مش يقدر يشيلها، لكن لو قلت له شاب قوي كده قول له هيساعدك إنك تشيل الترابيزة هيقدر يشيلها، فيقول الترابيزة دي مش تقيلة، ده أنا أقدر أشيلها لأن معاه شاب قوي هو اللي بيشيلها. نفس الكلام لو أنا بجاهد لوحدي من غير نعمة ربنا هلاقي الوصية ثقيلة، ولكن لو أنا معايا الروح القدس ومليان بالروح القدس أي وصية أقدر أنفذها هتبقى سهلة. أقول ونحن نعلم أن وصاياه ليست ثقيلة. وبعد كده ربنا قال لي طيب وافرض مرة، ما احنا بشر ولينا حرية إرادة، افرض مرة أنا قاومت عمل الروح القدس فيا، وافرض مرة أنا تمردت ومشيت حسب مزاجي ووقعت في الخطية، وقعت في الخطية بكامل إرادتي وأنا عارف أن أنا بعمل خطية، هل ده آخر الدنيا بالنسبة لي؟ ربنا قال لا، ده مش آخر الدنيا. أنا عارف أن البشر ميال للخطية وعنده حرية إرادة ممكن يميل للخطية، والشيطان ممكن يضحك عليه ويغريه. علشان كده ربنا ادانا سرين مهمين جدا جدا، سر التوبة والاعتراف وسر التناول. التوبة والاعتراف بروح بقول يا رب انا بكامل ارادتي اخترت ان انا اقع في الخطية دي، انا قومت روحك القدوس، انا يا رب ندمان ان انا ما سمعتش كلام روحك القدوس، بطلب انك تسامحني. ربنا بيسامحنا من غير حاجة، لأن هو حمل خطايانا على الصليب، لأن هو صار خطية على الصليب علشان يقول لي مغفورة لك خطاياك. وبعد كده بتقدم للتناول بعد ما بكون في حالة توبة واعترفت بخطاياي، وبتناول ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، وأرجع تاني
لحالة القداسة اللي أنا فقدتها بتمردي على الروح القدس ووقوعي في الخطية. طب يا رب في ليميت، يعني أنا لو وقعت في الخطية 7 مرات هتيجي تقول لي خلاص كفاية؟ بطرس سأل السؤال ده، قال له كم مرة يغلط في أخويا وسامحه؟ فربنا قال له 77. الحقيقة كان ربنا طالبنا ان احنا نسامح اخواتنا 77، فهو بيسامحنا لا نهائيا لانه حمل كل خطايانا على الصليب. طالما فيا نفس ورحت لربنا، ربنا هيسامحني. تعالوا شوفوا قصة اللص اليمين، قعد طول حياته في الخطية طول حياته، وحتى على الصليب لما تقرأ في البداية كان بيجدف على السيد المسيح مع اللص الشمال، هما الاثنين مع بعض. وبعدين في لحظة كده يعني شعر ان المصلوب ده واحد تاني، لا ده مش بشر، ده الله، ده المسيح. ففي لحظة قلبه يعني مسه الروح القدس وراح قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ربنا لقال له هي دي توبة؟ حاجة تنفع كده في آخر لحظة وتقول أنا تايب واذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك؟ ربنا ملوش حاجة خالص خالص، بل بالعكس قال له اليوم تكون معي في الفردوس. لأن يمكن لو واحد غلط فيا طول حياته وجاء يعتذر لي يمكن أديله هارد تايم شوية قبل ما أقبل الاعتذار، لما ربنا ما ادالهوش هارد تايم خالص، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. لأن ربنا لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع واحد. أحيانا الشيطان بيمثل لنا أن الله يريد أن يهلكنا، أكن ربنا بيتلكك لي واقف لي على الوحدة، بس أنت عملت الخطيئة دي. إنجاز التعبير أن ربنا بيتلكك للإنسان عشان يدخله السماء. يعني هو ربنا تجسد ومات على الصليب ليه؟ ليه مات على الصليب؟ عشان إحنا نخش السماء. يقول الذي لم يشفق على ابنه في رومية 8 بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا كيف لا يهبنا معه كل شيء. فالقداسة سهلة، اوعى تسمع لصوت الشيطان اللي بيقولك صعب ان انت تتوب، صعب ان انت تبطل الخطية دي، صعب انك تمشي في حياه القداسه. بعدين قولوا لي هو ايه الاسهل، ان الانسان يعيش او ايه الاحسن للانسان، انسان يعيش حياه القداسه ولا الانسان يعيش في حياه الخطيه؟ طب تعالوا شوفوا الناس اللي هم بعاد عن ربنا وخدوا شهره وخدوا مال وخدوا جاه ولكن عايشين في الخطيه، ايه حالتهم؟ ايه اللي بينتحر؟ اللي بيتعالج نفسيا؟ اللي بيموت بأمراض خدها من الخطية؟ يعني حالتهم ما تسرش. إنما اللي بيعيش في الحياة القداسة ده فعلا بتبقى النعمة والبركة موجودة في حياته، زي ما المزمور يقول إن الذي يريد الحياة ويرى أعمالا ويرى أياما صالحة يكفف لسانه عن الشر ويصنع الخير. من يحب الحياة ويريد أن يرى أياما صالحة يكفف لسانه عن الشر وشفتاي أن تتكلم بالغش ويعمل أعمال صالحة. لما الواحد يقف في اليوم الأخير ويلاقي ربنا بيقول له يعني مش هتقدر تخش تدخل السماء عشان فلان ده أنت قعدت مخصمه طول حياتك، تستاهل؟ تستاهل أن الواحد يقضي الأبدية كلها اللانهائية في جهنم عشان بكبرياء ورفض أن يصالح واحد ولا يغفر واحد؟ لما ربنا يقول لإنسان أنت مش قادر تدخل السماء لأن أنت اخترت أنك تعيش في الخطية دي والعلاقة الخاطئة دي طول أيام حياتك على الأرض، هل تستاهل أن الواحد يعيش الأبدية كلها في جهنم عشان اختار أنه يمشي في علاقة خاطئة طول حياته على الأرض؟ ما خلي اختياراتنا سليمة، خلي اختياراتنا سليمة زي ما بيقولوا كده، نحسبها صح ونشوف هل أنا بعمل اختيارات سليمة
وانا ما بعملش اختيارات سليمة. ايضا ليه لابد ان احنا نستعد؟ لانه لا توجد توبة بعد الموت. يعني بعد الموت خلاص باب التوبة اغلق. نقول لانه ليس في التراب من يسبح، ولا في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. فمفيش توبة بعد الموت. انا عندي فرصة هنا طول حياتي على الارض، السنين اللي انا عايشها دي فرصة ان انا اقدم فيها توبة وارجع لربنا. العذارى الجاهلات ما استفادوش بالفرصة دي، ضيعوا عمرهم من غير ما يتوبوا ويعيشوا مع ربنا. البيض هم كانوا عذارى، يعني هنا بيتكلموا على ناس مؤمنين. يعني المثل ده لما اتكلم على الخمس عذارى الجاهلات والخمس عذارى الحاكمات، ده مش بيتكلم على كل العالم المؤمنين ولا غير المؤمنين، لان هم قال عذارى وعرائس للمسيح للعريس، هو بيتكلم على المؤمنين. ففي مؤمنين هنا هيبقوا زي الجاهلات ومؤمنين زي الحاكمات. يا ترى انا زي انه جروب منهم بضيع حياتي؟ يعني في تحليل نص الليل بتاع الكهنة اللي نقول كده تسويف العمر باطلا. يعني ايه تسويف العمر باطلا؟ يعني بضيع ايامي كده، يوم ولا تاني بيضيع من غير ما انا بستثمره لحساب ملكوت السماوات. ايام سنة ورا سنة سنة ورا سنة بتضيع مننا. شوف السنة دي مثلا ضاعت مننا. يا ترى كم واحد استثمر السنة دي 2021 لحساب ملكوت السماوات وعمل كده كريدت له في السماء السنة دي؟ ما لو عملناش كده يبقى انا ضيعت السنة دي. ده تسويف العمر باطلا. لا توجد توبة بعد الموت. فالجاهلات ما استعدوش، واغلق الباب وربنا راح قال لهم الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. لكن الحاكمات دخلوا الى العرس مع العريس. اخر نقطة، لان الله يقبل الخاطي. ما فيش خاطي ربنا هيرده. قال كده من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أي إنسان بيروح لربنا مهما كان ربنا بيقبله. الكنيسة وضعت لنا قصص عن قبول الخطاة سواء في الكتاب المقدس أو في حياة القديسين، ونشوف ازاي ربنا مفيش واحد رجع بكل قلبه ربنا وربنا رفض. نقول لكم على حاجة، مثل الابن الضال ده مثل يعني قصة مش حقيقية، يعني ربنا هو اللي مألفه. طيب لما تيجي تشوف توبة الابن الضال، الابن الضال ده تاب ليه؟ لانه كان ندمان على خطيته؟ لا، هو طالما كان معاه فلوس واكل وأصدقاء تاب لأنه كان جعان. قال كده كم أجير لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعا. يعني راح لربنا عن احتياج، مش لأنه مقتنع إن غلطان، مصلح، راح كده لمصلحته. ومع ذلك الأب قبله فرحا. طيب ليه سيد المسيح وهو بيركب المثل ده ما كانش عمل بقى قصة توبة أقوى من كده؟ كان عمل مثلا قصة توبة إن واحد ندم وأنا إزاي أغلط في بيت أبويا، ده أبويا اللي عمل وسوى فيا، لا ده أنا ما استحقش. وكان خلاه يرجع قبل ما يفقد كل أمواله، يعني يرجع وهو لسه عنده المال والأصدقاء والأكل، فيبقى ده رجوع إرادي، كانت تبقى قصة توبة جميلة. طب ليه ربنا ما عملش القصة دي كده؟ ودي قصة هو مؤلفها. عارفين ليه؟ عشان يقول لنا ربنا هيقبلنا، بس ارجع لي. حتى لو انت رجع لي عشان المصلحة هقبلك، بس ارجع لي. ارجعوا الي ارجع اليكم. شوفوا ربنا في محبته عايز ان نرجع له باي طريقة. ارجعوا الي ارجع اليكم. الله يقبل الخاطي. شوف قصة موسى الاسود، شوف مريم المصرية، شوف قصة داود النبي.
أغسطينوس، كل الناس دي رجعت لربنا وربنا لم يرفضها، بل قبلها بكل حب وقبلها أحضانه مفتوح على الصليب. فالشيطان أحيانا يصور لي يقول لي ربنا ما بيحبكش، ربنا بيكرهك، تفكر بعد كل اللي عملته ده ربنا هيقبلك؟ لا لا لا، انت بتضحك على نفسك، ربنا بعدين تيجي ترجع كده لما تشوف كلام ربنا تلاقي ربنا كلامه عجيب قوي. مثلا لما يجيب سيرة داود النبي يقول ان داود النبي صار امامي كاملا ولم يخطئ الا في امر اوريا الحثي. رب داود يعني ما احنا عارفين ده عمل مليون مشكلة، يعني هو داود لم يخطئ امامك غير في موضوع اوريا الحثي؟ لان ربنا نسي كل حاجة، قال لا عود اذكر خطاياكم، كما بعدت مشارق الشمس عن مغربها هكذا ربنا ابعد معاصينا عننا. ربنا لا يعود يذكر خطايانا لما بنرجع له، لا يعود يذكرها. وكمان ربنا ما بيحسبناش على كل خطيه واحنا عايشين على الارض. في مزمور يا رب لم يرتفع قلبي ولم تسلع عيناي، داود يقول له ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ يعني انت قاعد يا رب بترصد لاثامي واحدة بواحدة كده، مين هيقدر يقف أمامك؟ ما حدش يقدر يقف أمامك يا رب. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب الناس، لكن لأن من عندك المغفرة. فمين هيلاقي أب حنين زي كده مستعد يقبلني بكل خطاياي، مستعد يقبلني حتى لو رجعت له في اليوم 500 مرة مش هيقول لي لأ؟ مفيش أب حنين زي كده. طب ليه احنا مش عايزين نرجع؟ ليه مش عايزين نرجع ونقتني الأبدية ونقتني الحياة الأبدية؟ يبقى إذن من المهم جدا أن احنا نستعد ونكون مستعدين للوقوف أمام الديان العادل، وطالما عندنا وقت، طالما عندنا عمر، طالما لسه فينا نفس الحياة. طيب كيف أستعد؟ يعني أنا قلت الأول لماذا نستعد؟ النقطة الثانية كيف أستعد؟ أول حاجة في كيف أستعد، لابد إن احنا نحيا التوبة اليومية، أو يمكن عايز أقول التوبة اللحظية. التوبة اللحظية أقول لك أقصد إيه بحكاية التوبة اليومية أو التوبة اللحظية. لو واحد مننا عنده بيزنس وسايب الحسابات ملخبطة كده بتاعته، وبعد كده يجي الاي ار اس تقول له انا عايزه اعمل مراجعه على حساباتك، هيتلبخ ويتليه ملخوم، وعمال بقى يجيب ناس محاسبين يراجعوا له الكشوفات بتاعته، ومهما عمل في الاخر تبقى الدنيا ملخبطه، لان هو عمره ما راجع حساباته اول باول. طب قرض واحد ده يوم بيوم بيظبط الحسابات بتاعته ومظبوطة، بيأيدها كل حاجة، يعني up to the cent accurate. بعدين يجي الاي ار اس تقول انا عايز اراجع حساباتك، هو مستعد تعال يراجع حساباته يلاقوها سليمة، يبعتوا له جواب شكر. هكذا نفس المثل ده في حياتنا الشخصية. لو انا كل يوم قاعد بحاسب نفسي يوم بيوم وبقدم توبة لربنا عن كل خطيئة، وربنا يقول لي خلاص خطايا اليوم ده اتغفرت، انا سامحتك عليه، وبكره بقدم توبه عن خطاياي، وبعدها اقدم توبه عن خطاياي، لما هاجي هموت في اليوم الاخير هيبقى قصدي كم يوم اقدم عنهم حساب لربنا؟ اليوم الاخير، واخد بالك؟ لكن لو انا سايب الدنيا هيصه ومش عايش حياه التوبه اليوميه، وبعدين يا ربنا يقول لي اعطى حساب وكالتك، طب هات حساب وكالتي ازاي؟ ما ده انا حساباتي كلها متلخبطه. فمن هنا التوبه اليوميه دي مهمه. احد الاباء قال اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من عادات حياتك. كل يوم قبل ما تنام اقعد كده 10 دقايق وشوف انت عملت ايه النهارده، وبعد كده اقف ارجع قصاد ربنا وقول يا رب انا اخطيت في حقك في كذا في كذا في كذا في كذا، انا ندمان يا رب، وانا بطلب منك انك تسامحني.
ولما يجي معاد الاعتراف بتكون جمعت الخطايا دي وتعترف بيها وبالتناول خلاص الخطايا دي بتغفر وتنسى وتمحى من السجل بتاعك. فاكرين قصة الأنبا موسى لما كان بيعترف وكان في ملاكش ماسك لوحة كده مليان على آخرها، كل ما بيعترف بحاجة بتتمسح غاية لما اللوحة دي بقت نضي. أما التوبة اللحظية في واحد بقى ما بينتصرش لغاية آخر اليوم، إنه مثلا أنا شتمت دلوقتي، كذبت دلوقتي، غضبت، اتنرفزت دلوقتي، ففي نفس اللحظة بيرفع قلبه لربنا وبيقدم توبة يقول يا رب أنا غلط سامحني، وكان زعق في حد أو غلط في حد يروح يعتذر له، وكان كذب يروح يصلح الكذبة اللي هو قالها في نفس اللحظة. يقول لك ما يمكن ما كملش لغاية آخر النهار، فأنا خليني يعني أخلص من الخطية بتاعتي أول بأول وأقدم عنها اعتذار أمام الله أول بأول. التوبة اليومية دي هي الاستعداد. عارفين لما معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس اتكلم على ان اللي يتناول من جسد الرب ودمه دون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ايه الاستحقاق؟ الاستحقاق هو التوبة زي ما كل الاباء قالوا. يعني الاستحقاق مش عدم الخطية لان احنا كلنا خطاة، ولكن الاستحقاق ان الانسان يكون عايش حياة التوبة، فده يتقدم لجسد الرب ودمه. وده اللي خلى السيد المسيح يغسل أرجل التلاميذ قبل التناول. غسل الأرجل هنا رمز للتوبة، زي ما قال لبطرس أن الذي اغتسل للمعمودية ليس بحاجة إلا إلى غسل رجليه اللي هي التوبة والاعتراف، وقال لبطرس إن لم أغسلك فليس لك نصيب معي. يعني لو انت مش تايب مش هيكون لك نصيب معي في التناول. التوبة اليومية. الحاجة التانية كيف استعد؟ وسائط النعمة. يعني ايه وسائط النعمة؟ ان ربنا النعمة دي عطية مجانية. عطية مجانية. لكن علشان اخد العطية المجانية دي لازم اكون في دايرة عمل النعمة. لان انا لو خارج الدايره دي مش هاخد العطيه المجانيه، هي عطيه مجانيه. زي مثلا ايه؟ لو الكنيسه هنا قالت احنا هنقدم اكل مجاني لكل شعب المنطقه دي هنا، اكل مجاني، بس عشان الناس تاخد الاكل المجاني لازم يكونوا في دايره الكنيسه. لو هو قاعد في بيته مش هياخد الاكل المجاني. فوسائط النعمه دي اللي هي الدايره اللي من خلالها بحصل على نعمه ربنا. طيب ايه وسائط النعمة دي؟ الصلاة. الصلاة دي معونة، انا باخد معونة من عند ربنا، فبقول يا رب ساعدني وربنا بيشترك معايا، او انا بتحد بالله، فبالطريقة دي الجهاد والنصر على الشيطان بتبقى سهلة. مارس حق يقول الذي يظن ان هناك طريق اخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. كتير ناس يقولك ماليش وقت اصلي. طب شوف الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا، الوقت اللي بتقضيه في التليفونات، الوقت اللي بتقضيه قصاد التلفزيون، الوقت اللي بتقضيه في قصص وحكاوي لا تبني ولا تفيد. طب ما وفر الوقت ده وتكلم مع ربنا فيه. يعني ازاي يوم كامل يعدي عليك من غير ما تصلي؟ طب هتاخد النعمة ازاي؟ ربنا قال هو لو في ابن راح لأبوه وطلب منه خبز هيديله حجر؟ قال له لا. قال طيب لو في ابن راح لأبوه وطلب منه سمكة هيديله عقرب؟ قال له لا. طب لو في ابن راح لأبوه وطلب منه بيضة هيديله حية؟ قال له لا. قال لهم إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم السماوي يهب إيه؟ الروح القدس للذين يسألونه. يعني أنا لما بقف أصلي وقول يا رب اعطيني نعمة روحك القدوس، ربنا هيديني النعمة بتاعت الروح. الصوم مثلا، أدينا إحنا صايمين، وفي ناس أحيانا
تتذمر على الصوم وتقول أصوام الكنيسة أصوام كتيرة، وليه إحنا بنصوم كل الأصوام دي، والأصوام دي موجودة ولا مش موجودة إلى آخره. عارفين بني إسرائيل لما كانوا في السبي 70 سنة فرضوا على أنفسهم أصوام زيادة يعني عشان ربنا يتحنن عليهم. فالمهم بعد ما رجعوا من السبي فراحوا سألوا زكريا النبي، الكلام ده موجود في سفر زكريا، قالوا له اسأل ربنا هل نفضل نصوم الشهر السابع والشهر الخامس زي ما احنا صدناهم طول 70 سنة دول بتوع السبي. فربنا رد على زكريا رد عجيب قوي، قال له روح قول للشعب هو انتوا لما صمتم ليا بمعنى ايه؟ هو انا المستفيد من الصوم؟ هو مين المستفيد من الصوم؟ انتم المستفيدين من الصوم. فانت ازاي تسألوا سؤال زي كده؟ فيجي راح يقول لك يعني هو انا لازم اصوم ال 43 يوم بتوع صوم الميلاد؟ طب ما الثانكس جيفنج السنه دي جاي يعني وسط الصوم، ممكن نفطر اليوم ده ونفضل بقى نفاصل ونجادل كأن يعني ايه الصوم ده انا فيفر بعمله في ربنا. هو مين المحتاج؟ في داس الغرغوري نقول لست محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتي. الصوم ده من وسائط النعمة اللي هو هيساعدني ان انا ادخل في دائرة عمل نعمة ربنا، والنعمة هتشلني بقى في جهاد الروح، النعمة هتسندني في جهاد الروح، فأقدر أقوله وصايا ليست ثقيلة. نفس الكلام أقدر أقوله على القداسات، نفس الكلام أقدر أقوله على العظات الروحية، نفس الكلام أقدر أقوله على كلمة ربنا اللي قيل عنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة ربنا اللي بتغير قلب الإنسان، يقول لما سمعوا الكلمة نخصوا في قلوبهم، بتغير قلب الإنسان وتشكله. فلو واحد بعيد عن نعمة ربنا عن دائرة النعمة دي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيجي كنيسة ولا بيعترف ولا بيتناول ولا بيقرأ في كتاب المقدس ولا بيسمع عظات روحية، طب قولولي ده هياخد نعمة منين؟ هيقدر ينتصر على الخطية ازاي؟ هو قافل على نفسه كل قنوات النعمة، قافل على نفسه كل الشانلز اللي بتجيله منها نعمة ربنا. طب ده هيعيش ازاي؟ يعيش ازاي في حياته الروحية؟ وبعدين يقول انا عايز استعد وعايز اتوب. طب هيتوب ازاي؟ ما هو ربنا ادانا الوسائط دي علشان اقدر استفيد منها. يجي مع وسائط النعمة كلمة تانية هي زيارات النعمة. زيارات النعمة احيانا ربنا لما يلاقي واحد كده مستهتر متبلد، ربنا لا يشاء موت الخاطئ مثل ان يرجع واحد، فربنا يقرر ان يزوره. يعني لو انا بعيد عن دائرة النعمة فربنا يقول طيب انا هروح. زي مثلا لو رجعت للمثل ان الكنيسة نعم لأكل كل المنطقة، ففي واحد هنا احنا عارفين ان هو يعني ميت من الجوع فمش عايز يجي هنا، فيجي ابونا يقول لحد من الخدام يقول له خد الاكل ده وروح ادهوله. دي هنسميها زيارة نعمة، ودي ربنا بيعملها معنا كلنا. لو جه الاخ ده راح قافل الباب في وشهم ومرضاش ياخد الاكل هيموت بالجوع. نفس الكلام بيبقى فيه زيارات للنعمة. يعني ايه زيارة النعمة؟ تلاقي نفسك قاعد كده ويجي لك صوت ورغبة قوية جوه قلبك قوم صلي. تبقالك مدة ما فتحتش كتاب المقدس تفتح كتاب المقدس، تبقالك مدة ما روحتش قعدت مع ابونا تعترف ما تروح تعترف، ويجي لك صوت قوي جدا لا تستطيع ان تقاومه. في ناس لما بيجي لها الصوت ده بيعملوا زي الاخ ده راح قافل الباب في وشه، نقفل الباب في وش ربنا. لكن لو انت انتهزت الفرصة دي الحقيقة فرصة ذهبية، لان النعمة بتخبط على باب قلبك زي ما ربنا قال انا واقف على الباب واقرع، ان فتح لي احد ادخل اليه واتعشى معه وهو معه. اوعى تضيع الفرصة دي، اوعى لما يجي لك يعني صوت يقول لك كفاياك كده كفاياك، تقعد طول الفترة دي بتلعب قمار، كفاية بطل، كفاياك شرب سجاير انت ضيعت صحتك،
كفاياك خمر، انت بهدلت نفسك، كفاياك تروح للمكنة الضارة دي، كفاياك العلاقات الخاطئة دي، كفاية. لما يجيلك الصوت ده، ده ربنا بيخبط على قلبك، اوعى تضيع الفرصة دي، دي فرصة ذهبية، ربنا جاي لغاية باب قلبك وبيكلمك وبيخبط، اوعى تقفل باب في وش ربنا، لئلا تموت من الجوع الروحي. اقبل صوت ربنا، اقبل نعمة ربنا في اللحظة دي، وقول له يا رب طيب أنا نفسي بس أنا يمكن مش قادر، بلك ما تخافش أنا معاك، أنا أعينك وأشددك وأقويك وهديك النصرة، أنا الممسك بيمينك فهديك النصرة، لا تخف لأني معك. دي زيارات النعمة. أيضا في كيف نستعد، الإرشاد الروحي. يقول لك الذين يسلكون بدون إرشاد يسقطون كأوراق الشجر، يعني في الخريف كده بتشوف الورق بيقع كده، هكذا الإنسان الذي لا يسلك بإرشاد. الكنيسة كنيسة تلمذة، حتى لما تقرأ سفر الأعمال قبل ما كانوا المؤمنين ياخدوا لقب مسيحيين، كان المؤمنين لقبهم ايه؟ التلاميذ. كان لقبهم كده التلاميذ. لما مثلا تعرف سفر اعمال يقول لك وذهب بولس للمدينه الفلانيه ووجد هناك تلاميذ. وجد هناك تلاميذ يعني ايه؟ يعني وجد هناك ناس مؤمنين. ولكن في انطاكيا بقى دي كان اول مدينه يسموا التلاميذ مسيحيين، ومن هنا انتشر ان كل واحد ايه مسيحيين، يعني معناه تلميذ للمسيح. فالكنيسة كنيسة تلمذة. احنا في حياتنا العملية التلمذة دي مهمة، يعني طالب كلية الطب بعد ما بيدرس لازم يعمل ريزنس. الريزنس دي بيعمل ايه؟ بيتلمس فيها على واحد اقدم منه بيعلمه. يعني المعرفة العقلية بس ما نفعتش، مش هتنفع. والانترنشيب ده مهم جدا في كتير من فروع الدراسة. نفس الكلام في الحياة الروحية، احنا محتاجين نكون تلاميذ. كل واحد محتاج أب روحي يرشده، أب روحي مختبر يرشده ويقوده في طريق الحياة الروحية. من هنا حتى أنا لما يجيني فطور روحي، لما يجيني وقت كده أنا كسلت، يمكن تجيني مكالمة من أبونا يسأل عليا يقول يا فلان بقالك مدة ما جيتش الكنيسة، ما تيجي؟ تبالك موتنا ما عدناش بعض قعدة اعتراف، ما تيجي؟ فدي يمكن ده برضو زيارة نعمة، يعني مكالمة أبونا ليا دي زيارة نعمة، ربنا بيكلمني من خلالها. فأوعى تمشي في حياتك الروحية من غير ما يكون لك مرشد، أوعى تمشي في حياتك الروحية من غير ما يكون لك مدبر. دي نقطة مهمة جدا في كيف أنك تستعد للحياة الروحية. النقطة اللي بعدها، لازم يكون عندك مشجعات للحياة الروحية، appetizers، يعني حاجة تفتح شهيتك لو شهيتك الروحية اتقفلت. يعني أحيانا فعلا واحد يكون له نفسه يصلي، عايز يصلي، يقف يبتدي يصلي، نفسه زهقان مش قادر، يعني يقعد 3-4 دقايق بالدقيق بالكتير ومش قادر يكمل الصلاة، يقول طب أنا هكتب الكتاب المقدس، يفتح فعلا بيجاهد اهو، بيفتح كتابه المقدس يقعد يقرا، لا زهقان مش قادر يكمل اصحاح. كلنا بنمر بالمرحله دي في حياتنا. طب اعالج المرحله دي ازاي؟ اعالجها ازاي؟ لازم يكون في مشجعات للحياه الروحيه. ايه المشجعات دي؟ انت مثلا سمعت عظه، العظه دي اثرت فيك، خد بالك، فهات كده نوت عندك او دفتر واكتب فيها ان العظه الفلانيه دي عظة مؤثرة وأنا دي لمست قلبي. مثلا قريت في كتاب المقدس وآية لمست قلبك، اكتب كده في مذكراتك إن الآية دي لمست قلبي. مثلا قريت كتاب روحي والكتاب ده لمس قلبي، اكتبه. قريت مثلا ترنيمة سمعتها لمست قلبك كده وأثرت فيك، اكتب. لما يجي الوقت بقى هو فيه الفطور، وإنت لا ليك نفس تصلي ولا ليك نفس تقرأ كتاب مقدس ولا ليك نفس تروح الكنيسة، هات النقطة بتاعتك دي ودور عليها. ده أنا في العظة دي أثرت فيا،
روح اسمعها تاني. ده الكتاب ده انا لما قريته اثر فيا، روح اسمع اقرا الكتاب ده تاني. ده انا الترنيمه دي لما سمعتها حركت قلبي من جوه. روح هات الترنيمه دي واسمعها تاني، لان الحاجات دي اثرت فيك قبل كده هتاثر فيك تاني. وبالطريقه دي تفتح شهيتك الروحيه مره اخرى. لو لاحظت شهيته الروحيه اتقفلت، تفتح شهيتك الروحيه مره اخرى. حاجه تانية في مشجعات الحياه الروحيه، ممكن يكون ليك صديق روحي. صديق روحي يعني مثلا لو انت مكسل ممكن تزوره، تقول ممكن نقرا الكتاب المقدس مع بعض، نقف نصلي مع بعض، حاجه كده تشجعك. لان زي ما الكتاب بيقول اتنين خير من واحد. يعني يمكن انا مش قادر اصلي لوحدي، لكن لو معايا في صديق روحي اقدر اصلي معاه مره واثنين وثلاثه لغايه لما شهيتي تتفتح تاني. طبعا لو انت متزوج مفروض يكون صديقك الروحي يعني your spouse، زوجتك او زوجك. ده الوضع المثالي بحيث تشجعوا بعض لما يكون واحد منكم بيمر في مرحلة فتور. او مثلا لو في نفس البيت ممكن يكون اخوك او اختك هي صديق الروح. لكن لو ما لقيتش دي ممكن يكون حد من بره. يعني مثلا ماكسيموس ودوماديوس كانوا اخوات، لكن كانوا يشجعوا بعض هما الاثنين. وتلاقي بقى في ثنائيات روحيه كتيره في قصص القديسين، أباكير ويوحنا، أبراهام وجوارجي، تلاقوا في ثنائيات روحيه بيشجعوا بعض. فدي تشجعنا في الحياه الروحيه. اخر نقطه في كيف استعد للاعمال الصالحه. الاعمال الصالحه يعني كل يوم لابد تقدم على الأقل عمل واحد كده زي السمير الصالح. ربنا هيحط في حياتك كل يوم أكتر من فرصة إنك تقدم فيها خدمة لأحد. زي السمير الصالح ماشي لقى واحد عدو يهودي مرمي بين حي وميت، كان ممكن يتجاهله، كان ممكن يمشي، لكن وقف. طب ليه انا بقول ان انا استعد بالاعمال الصالحه؟ لان ربنا قال طوبى للرحماء لانهم يرحمون. انا هجلب مراحم ربنا عليا لما اعمل عمل رحمه في اخر. فكل يوم خليك منتبه ربنا بيحط مين في طريقك. ممكن واحد تشجعه بكلمه، ممكن حد تساعده بمبلغ، ممكن حد تساعده تجيب له شغلانه، ممكن حد تساعده بابتسامه بحضن، يكون هو ده كل اللي محتاجه. لابد ان انت يكون حساس لاحتياجات الاخرين اللي ربنا بيحطهم في طريقك. اوعى تعمل زي قايين وتقول احارس انا لاخي وانا مالي، انا خليني في حالي. لا، انت بتضيع فرصه انك تجلب مراحم الرب عليك. يقول طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. فلما تكون انت انسان رحيم ربنا يرحمك ويترأف عليك ويسهل ليك طريق التقوى ويسهل ليك طريق الاستعداد. فدايما خليك حساس مين ربنا هيحطه في طريقك اليوم عشان تعمل معاه عمل رحمة. وزي ما بقول لكم كل يوم، كل يوم ما تعديش يوم عليك من غير ما تعمل على الأقل عمل رحمة واحد. على الأقل لو تقدر تعمل أكتر من كده هيبقى كويس. صدقوني كل يوم تبقى صدنا فرص كل يوم. بس احنا اللي أحيانا ما نبقاش حساسين للمواقف اللي ربنا بيحطها أمامنا. احنا اتكلمنا على لماذا واتكلمنا كيف. هديكم تدريب صغير. التدريب ده نحاول ان احنا ننفذه من النهاردة ونستمر عليه السنة الجديدة كلها. التدريب ده تدريب بسيط، انا قلت وسط كلامي. انا عايزك في اخر اليوم مش بس تراجع نفسك، يعني انا قلت انك تراجع نفسك، لا انا عايزك في اخر اليوم تقف كده في خشوع
وتتخيل انك واقف امام كرسي الله الديان، ربنا واقف قاعد على العرش بتاعه وانت قصاده، الملائكه واقفه، القديسين واقفه، ان ياتي الرب في ربوات قديسين مع ملائكته في مجده ومجد ابي، وانت واقف بقى قصاد الجمع ده كله وبتقدم حساب. عيش اللحظه دي كل يوم لمده كده 5 دقائق، اقف كده وتخيل نفسك انك في اللحظه دي، والصلاه اللي هتيجي على قلبك قولها في اللحظه دي. لو عشت اللحظه دي كل يوم وعشتها بامانه، لما يجي الانسان مننا هيقف في اللحظه دي هيبقى خلاص هو اتعود عليها لانه عاشها كل يوم في حياته، فهيبقى مستعد ويبقى فرحان باللحظه دي. فاقف كده لمده 5 دقائق، تخيل انك واقف امام كرسي الله والملائكه واقفه والرؤساء الملائكه واقفين والقديسين واقفين وانت واقف بتقدم حساب في اللحظه دي. شوف ايه بقى الكلمات اللي انت عايز تقولها وقولها. اللحظه دي الكنيسه بتعيشها لنا في صلاه الستار، بس دي اللي هما بيصلوها الاباء الرهبان، فبنقول كده: يا رب ان دينونتك لمرهوبه، استحشر الناس وتقف الملائكه وتفتح الاسفار وتنكشف الاعمال وتفحص الافكار، ايه ادانه تكون ادانتي انا المضبوط بالخطايا، من يطفئ لهيب النار عني، من يضئ ظلمتي، ان لم ترحمني انت يا رب لانك متعطف على البشر وحدك. عيش اللحظه دي كل يوم، دي هتساعدك كتير في حياة التوبة وحياة الاستعداد. ربنا يدينا جميعا ان احنا نكون مستعدين ونحيا حياة التوبة علشان نسمع الصوت الفرح القائل: تعالوا الي يا مبارك ابي، رسل الملك المعد لكم من قبل انشاء العالم، لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. ادم وحواء لما خدوا ما سمعوش كلام ربنا، قالوا من الشرع رب طلبتهم من الجامعة على طول ولهم حكموك يعني، بعدين هم خدوا الكسب بتاعهم على طول. الشيطان عمره ما أخذ الكسب بتاعهم، هو اللي بواقف. فيا ترى إيه الحكاية ورا؟ هو ما اتجزاش على طول. لا، الشيطان خد الجزاء، ما هو اتطرد من السماء. ده في مرثاه للشيطان، واحده في أشعية واحدة في حزقيال: كيف سقطت كوكب الصبح من السماء، يعني فاضطرت وبقي مطرود الشيطان، وبعد كده على الصليب الشيطان تم تقييده. فالشيطان النهاردة مش من درجات الملائكة. وآدم وحواء العقوبة بتاعتهم دي يعني عقوبة ربنا اداهم وعد الخلاص، وهو بيقولهم على العقوبة لما قال ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. وآدم وحواء اكشلي ربنا يوم الصليب ونزل الجحيم ردهم الى الفردوس، لكن الشيطان مازال مطرود من السماء، ويبقى في اليوم الاخير ربنا هيقيده في جهنم. علشان كده صورة القيامة التقليدية يعني اللي هي الايقونة ان السيد المسيح نازل الجحيم ومسك آدم بإيده وحواء بإيده وبيخرجهم معاه من الجحيم بينهم من الفردوس. فالشيطان أخذ جزاء له إنه طرد من السماء وسقط من رتبته كرئيس ملائكة. ما هو سقط من زمان، ما هو خد يعني جزاؤه انه immediately ان هو اضطرد بين السماء، لكن العقوبة النهائية هياخدها في مجيء المسيح الثاني. لكن زي مثلا احنا كبشر عندنا حرية ان احنا ممكن نغوي حد وممكن نبعد واحد عن طريق ربنا، الشيطان عنده نفس الحرية، لكن اللي بيعمل كده هياخد عقوبة في الاخر زي ما الشيطان هياخد عقوبة في الاخر. حتى عنده اسئلة تانية؟